من أمريكا يقول إنه قد تزوج بامرأة وبعد فترة ارتدت عن الإسلام وله بنت منها. يقول ذهبنا إلى المحكمة هناك وحكم القاضي أن تأخذ المرأة البنت وأنا لا أستطيع. يقول وأنا لا أستطيع أن أربيها على الإسلام لأنها ستكون معها، فبماذا تنصحونني؟ إذا لم تستطع أنت معذور، إذا لم تستطع فأنت معذور، أما إن استطعت فحاول، حاول أنك تأخذ البنت، حاول منتهى ما تستطيع. نعم.